عمان لجوب العالم، هي مسرحية من إخراج المخرج السوري نوار بلبل، عرضت في تركيا وتم إنتاج فيلمين عنها، فيلم ثرثرة فوق سفينة الحب من إخراج فارس الذهبي سوف يتم عرضه في المهرجان الإسكندنافي في فنلندا. خلونا أول شيء نشوف هالتريلر ومن بعد عنا حوار مع المخرج السوري نوار بلبل. نحن بنكره لهذا النظام، ما بنحبه، لكن هو بيضل افضل من الصوره اللي عم تتقدم لنا للطرف الاخر. قلنا له ما هذا هو الطرف الاخر، الطرف الاخر نحن. ومعنا المخرج السوري نوار بلبل من فرنسا. أهلا وسهلا فيك أستاذ نوار. يا هلا بكم. يا هلا يا هلا. أهلا وسهلا أستاذ نوار. مثل ما حكينا سفينة الحب يعني بلشت انطلقت من عمان وبلشت تجوب عدد من العواصم أو عدد كمان أيضا من المدن. شو أبرز المحطات اللي وصلت فيها سفينة الحب؟ يعني يمكن هلا مؤخرا بدها توصل لفنلندا، المحطات اللي قبلها. هلا خلينا بس هيك نعطي فكره صغيره للاخوه المشاهدين عن سفينه الحب مشان يعرفوا شو عم نحكي. سفينه الحب هي المسرحيه بالاحرى اللي عرضناها بعمان ب 2016 السنه الماضيه، وكانت هي عباره عن سفينه بتحوي لاجئين، فرقه مسرحيه عليها لاجئين سوريين حقيقيين حاولوا انهم يطرقوا باب أوروبا ككل السوريين اللي عم يطرقوا باب أوروبا وباب الدول الأخرى، دول اللجوء، لحتى يهربوا من آلة الدمار اللي عم يساويها النظام بسوريا. هلا هاي المسرحية الحلو بالموضوع، يعني ما بعرف الحلو بالموضوع، بدنا نقول إنه الحمد لله تساوى عنا فيلمين، فيلم أخرجه مع المصلي صديقنا، والفيلم الثاني اللي هو ثرثرة فوق سفينة الحب عمله صديقنا كمان وحبيب قلبنا فارس الذهبي. فيلمين مهمين. بتخيل أنا عن يعني كل فيلم إله طابعه. سفينة الحب اللي عمله معا هو كان عن ظروف العرض، كيف تطور العرض، كيف أنشئ العرض، كيف تطور من آ تزد إلى نهايته وكيف انعرض. ثرثرة فوق سفينة الحب هو فيلم عمليا خلينا نقول أشمل شوي، عم بيحكي عن الوضع الراهن للسوريين، عم بيحكي عن يعني في 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 نظرة تانية لا مو بس للعرض، للوضع السوري بشكل عام. بالتالي فيلمين أحلاهما حلو يعني. نعم نوار. طب هون الفكرة، يعني هي كانت مسرحية انعرضت على خشبة مسارح عمان، الفكرة اليوم ليه تحولت لأفلام؟ يعني اليوم عم نسمع إنه سفينة الحب المسرحية اللي أخرجها نوار بلبل تحولت لأفلام، هل هو بسبب برأيك شو الأسباب؟ هل هي سهولة العرض؟ تشرح لنا الأسباب أكثر؟ هلا من الواضح ومن المعروف اليوم انه خروج اللاجئ السوري من اي دوله بدول الجوار، خليني اقول دول جوار سوريا،
صار ضرب من المستحيل، بمعنى إما ما بيستقبله دول اللجوء أو ما بحق له يرجع على بلد اللجوء اللي هو في اللي هو فيها. بالتالي أنت لحتى تقول مين أنت، شو عم يعملوا السوريين، تقدر توصل ولو مسج صغير كتير، مسج صغير للدول الأوروبية، للعالم الآخر، ماذا يجري للسوريين؟ كانت فكرة إنه نحن نساوي فيلم سينما عن هذا المشروع أو ذاك ليشوفوا ما يجري حقيقة. يعني العرض بعمان هو غير كافي لأنك أنت تقول إنه ساوينا مسرحية. المسرحية بتموت بلحظة إسدال الستارة بالعرض الأخير، لكن فيلم السينما حركته أسهل، حركته أسلس، بيوصل مسجات أكتر. بالتالي هذا الهدف من أنك أنت تعمل فيلم سينما حول العرض، أو خلينا نقول عن كواليس العرض أو إلى آخره. طيب هون سؤالنا، رسالة سفينة الحب السورية وصلت للعالم؟ هلأ بدك تفوتني أنت بمتاهات مالي فيها أنا. بس متاهات شو يعني؟ متاهات مثل شو يعني؟ يا هل ترى، هذا العالم الأخرس الأطرش الأعمى المكرسح قدرت توصله يا هل ترى رسائل كيماوي؟ لا ما تخليني فوت بهدول. قدرت توصله رسائل البراميل؟ فنحن عم نحاول اللي بنقدر عليه، مثل ما بيقولوا يعني باللي بنقدر عليه نحن عم نحاول نوصل لهم. للأسف من 7 سنين لليوم نحن كل يوم فقط عم نقنع العالم الآخر المتحضر بين قوسين إنه نحن مو إرهابيين، نحن مو إسلاميين سلفيين، لكن هذا العالم الأخرق السافل مصر إنه يحطنا بزاوية واحدة. نعم. وعلى رأسهم روسيا وإيران وكل هالزبايل هي يعني. نعم. بترجع لأمريكا وأوروبا ونفس اللعنة كلها يعني. إن شاء الله تكون يعني على القليل رسالة الحب اللي أطلقتها السفينة إن شاء الله تكون وصلت يعني من خلال هاي العروض اللي عم بتصير، إن كان عن طريق العرض المسرحي أو عن طريق الأفلام. الفنان والمخرج السوري نوار بلبل، أنا كتير بدي أشكرك لوجودك معنا ببرنامج جيران. شكرا كتير لإلك. شكراً لكم كتير. ومكملين معكم مشاهدينا، وهلأ بدنا نروح لإربد شمال الأردن، حيث شهدت مهرجان ثقافي وشبابي منوع حيث شارك فيه فنانين سوريين. تفاصيل مع الزميلة إيمان عابد. شهدت الساحة الأثرية في مدينة إربد أمام بيت النابلسي مهرجاناً ثقافياً شبابياً منوعاً بمشاركة